لا يوجد شيء أضر من المعاصي، وبالأخص من يسكن مكة. مكة هذه أمرها عجيب، فالذي في مكة ليس كمن هو في محل ليس حرم، هذا حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، حرم آمن. والغنم بالغرم، صلى واحدة في هذا، صلى واحدة في الحرم 55 سنة و5 شهور و17 يوم، صلاتين أكثر من 110 سنوات، ما هو معقول هذا يكون بلاش. لذلك لابد أن نكابد البصر، نكابد السمع، نكابد اللسان، نكابد القلب، لابد. ونحن في مكة نعلم أننا في محل عظيم وفي حرم الله، فنشكر الله ونبتعد عن المعاصي، فإننا نربح أرباح هائلة. لكن لابد من المكابدة. ابن عباس أين ذهب؟ فكثير من الصحابة ذهب. وهذه مكة عجيبة، لما أراد أن يذهب قال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. حديث الحزورة. هذا بعدين لا ينبغي أن يجرى الخلاف بعدين في أن مكة أمرها عجيب.